بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حبيت أوضح لكم حالة احتمال راح يصير عندكم أثناء قص الماطور. راح يصير عندك كسر، شوف هاي الأشياء انكسرت من الطول للطول. فشو راح نعالجها؟ أول شيء راح نطلع الاستيتر خارج. هذا الاستيتر القص مالته ما راح نقصه بالقلم، يعني بديت أقص بيه وانكسرت الأشياء، فراح أقصه بالكوسرة حتى ما تتلف الحديد الاستيتر مالته. والطريقة مالتها دورت هسه على قفيص حتى ألزم اللشة وأدخل الكورات مالته، ما لقيت. فعندي بليتة حديد سويتها على قياس الماطور، شوفها. العملية راح أسويها راح ألف الماطور لف خارجي خارج الاسم وأضب على الاستيتر مالته، واضحة العملية، بحيث يتلاقن الكورات كلها. بعدين راح أدخل الحديدة مالته للقياس المضبوط مالته، وبعدين أقعد الكورات مالته كليته، فراح يلزم الماطور. هسه راح ألفه وأكمل وأشوفكم العملية شو راح يصير. هسه هاي طريقة القص بالكوسرة، باعه مو مثل القلم، قصيناه بالكوسرة. هاي مرحلة الأولى. هنا كملنا عملية لف الماطور، هذا لفيناه. هسه راح ندخله بداخل الكور مالته. هنا شو راح نقدر نعرف المسافة مالت الاستيتر؟ هسه ندخل الروتر من الأمام جهة البشارة. هنا المفروض يتطابق عندنا الروتر ويا الاستيتر، لا يطلع الروتر اللي برا ولا يطلع اللي قدام، يعني يصير تطابق بين الروتر والاستيتر، هذا الاتجاه الصحيح. هنا يجي دور هذا القفيس اللي سويناه، نضبه ضبة قوية بحيث ماكو أي فراغ ينترك بهذا المكان، فراغ بينه وبين اللشة، يعني هذا الكور راح يطبق على هذا المكان، وهذا الكور خلفي همين ما بي أي فراغ راح يطبق على هذا المكان. فباحث الميكانيك مالته لازم ما بي أي تكية، هذا ميكانيكا هسه حلو. هسه ايش راح نسوي احنا؟ راح نوخر القفيص، نوخر القفيص ونشغل الماطور ونجربه وياكم. هذا الماطور هسه شوفوا دا يشتغل، وميكانيكا ناعم كلش كلش، ما بي أي ضرر. ودا شوفوا مكان الفطر، حتى ما نبين مكان الفطر، طبعا هو هذا مكان الفطر. هلا شوفكم اياه، هذا يبدي من نايه وماشي هيك وجاي منه، شوف ما له اي تاثير، والماطور حلو وسلس. وشكرا لكم.